رغم غياب الملك المتواصل، الملك غير موجود، فكرني السؤال اللي طرحت عليا، فكرني بواحد الكتاب كان نشره واحد الكاتب إسباني في قديم هذه 20 عام، كان العنوان ديال هذا الكتاب الملك الغائب، الرايه وسنتي الملك الغائب. ولكن رغم غياب الملك يعني المنظومه موجوده، المنظومه ديال المخزن هي اللي كتحكم، يعني المنظومه موجوده، الاليه اللي كتحكم البلاد راه موجوده رغم غيابه. يعني كاينين خوتو، كاين الامير الرشيد، كاينين الامراء، كاين المستشارين، كاينين، يعني الاليه ديال المخزن موجوده رغم الغياب ديالو. يعني الغياب ديالو يعني وجوده مثل عدمه، يعني لا وزن له، هو مجرد رمز. الصراع على ولايه العهد، الصراع على ولايه العهد كما قلنا في بدايه الحوار، يعني كاين صراع ما بين الاخوه ديال محمد السادس وما بين هذا ولي العهد، هذا الامير الحسن والام ديالو التي يجهل، يعني الذي يجهل مصيرها. كنظن انا شخصيا كنظن يعني مازال حيه على قيد الحياه. كنظن انا لن تكون هناك مفاجات في حاله موت محمد السادس او يعني تنازله عن العرش. سيتولى هذا الحسن الثالث سيتولى العرش. لن تكون هناك مفاجآت رغم ما نراه حاليا من صراعات.